نداء ما زهقتي من السؤال كل ما تكوني بالطريق او بمكان عام او ضيفه بالبرامج بتنسالي ذات السؤال الحجاب والفن صح ليه بعدك محجبه او ليه محجبه وبتغني يعني العكس صح اكيد انا كثير يعني هذا السؤال دائما بيتردد دائما بشكل مستمر حتى بالبرامج يعني بده يصير لي هلا تقريبا شي 6 سنين عم بغني بس كل مره برجع بسالوني نفس السؤال وخلص يعني خلص شو اللي بيزعجك فيه اللي بيزعجني انه يعني انه انا هم عارفين انه انا هيك ما في شيء ممكن يغير يعني هذا الإشي وكل مره برد نفس الجواب بس برجع بنسال نفس السؤال لانه بحس انه البرامج يعني تستهدف تسألني هذا السؤال أنا هيك شو يعني أنا هيك أنا فنانة ولكن محجبة وسوف أبقى على حجابي بالضبط ومقتنعة بهيدا الموضوع بالضبط آخر مقابلة يعني كان سألت فيها عن الحجاب قلت لهم قالوا لي إشاعة أم حقيقة تخلعين الحجاب وكذا قلت لهم لا أنا أخلع الغناء ولا أخلع الحجاب يعني بالنهاية هاي أنا بآمن إنها مرحلة وبدها تخلص أنت بتخلعي الغناء ولكن لا تخلعين الحجاب آه بصراحة ليه لأنه الفن أنا بنظري مرحلة